طبعا بالنسبه للمشاريع اللي تقوم فيها وزاره الاشغال، احنا طبعا متابعينها عن طريق يعني التقارير اللي يقومون فيها بالتلفزيون يعرضونها، وما شاء الله عليهم ماشيين. يعني انا اعتقد يعني حسب التواريخ اللي قاعد يذكرونها ماشيين فيها صحيح. يعني على سبيل المثال جسر مثلا المطلع وجسر الصبية، تم افتتاح جزء من هذه الجسور، وبصراحة عملت يعني شورت كبير في المسافات. يعني الطرق الجديدة ماشية مضبوط تمام، أحسن طبعا من أول، وشيء يفيد البلد هذا، لكن بس الشيء الوحيد البطء. بالنسبة لوزارة الأشغال الحقيقة مشكورين على الجهود اللي قاموا فيه من ناحية الجسور وتوفير الوقت للمواطنين، يعني حل مشكلتهم وشيء يعني مشهود وريح المواطنين وايد وايد. والله ما شاء الله تبارك الله، نشوف يعني مشاريع ملحوظة الحمد لله، يشكرون على الجسور هذه صراحة. أنا والله بيتي في الجهرة، عندي مكتب هنا في الديرة، يعني خلال يعني 18 دقيقة قبل أقعد ساعتين، الحين 18 دقيقة ما شاء الله تبارك الرحمن أوصل صراحة. والله يعني صراحة أنا يعني يعني الكويت فيها تطور صاير ما شاء الله ملحوظ. شيء واضح إذا سووا جسور وخلصوا الطرق بدال ما تقعد فيه ساعتين يصير نص ساعة، وبدال ما واحد يقول لا والله تعبان أنزل السوق يركب الجسر ينزل السوق.